السلام عليكم، كيداير الخوت؟ بخير، لاباس عليكم؟ كيداير الصحة؟ كلشي بخير. أنا جيت نجاوب ديك أمهم نعيمة اللي كدعي بالسلطة للشعب المغربي، هما اللي كبروا لي الشان، هما اللي طلعوها من الحمارة للطيارة. سمعتونا؟ يعني عايرة الناس ديال السلطان. أنا بغيت السلطان يضربها هي، هي وديك الحمار اللي جالس حداها مدلي ودنيه، فهمتي؟ حيت السلطان الشعب المغربي اللي طلعها، الشعب المغربي اللي دار لها الحديده، الشعب المغربي اللي دار الطوموبيل. كي دعتنا دعت السلطه للشعب، الجاليه المغربيه والمواطن المغربي والشعب المغربي كامل. بغينا ديك السلطه اللي غيضربها هي والزوج ديالها ان شاء الله، فهمتي؟ وصحاب السلطه الله يشافيهم، الله يجعلهم الضرر ديالهم، هذاك المرض ديال الله سبحانه وتعالى. وديك السيده طغات بزاف، طغات بزاف، و دخلت للحبس ما تأدباتش، وهاد المرة غتدخل للحبس على هاد المرض السرطان اللي عايرات الشعب المغربي بالسرطان، اللي ما دارش ليها أبوني السرطان في صبعو، كملاتها حنا ولينا كلاب، الشعب ولا كلب، حيت كابرة وسط الكلاب، فهمتي؟ كابرة وسط الكلاب، ما متخلقاش، ما عندهاش مستوى، والله يجزيكم بخير، أي واحد تدعم هاد أمهم نعيمة يحيد ديك لايك السنياريها.